السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى متتبعين؟ لاباس عليكم، بخير مزيان. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وصحة جيدة يا رب العالمين. فيديو جديد في القناة البنات. كنت وعدتكم، كنت سولتوني على واحد المنتوج اللي خرج وداير واحد الضجة كبيرة، وأنا ما كنبغيش نحكم على أي منتوج إلا ما كنت جربته، واخا يكونوا البنات ما نعرفش شنو اللي كتعيبو او كتشكرو، ما نقدرش نحكم عليه الا ما جربتوش وما خديتش التجربه ديال البنات. وهاد المنتوج انا راني جربته وتيستيتو وغادي نوريكم حتى المهم. ها هو راه قريب يكمل تقريبا، حسبوا راه كمل كيف ما كتشوفوا. راه ماشي غير جيت غادي نهضر من فراغ، ولا غادي تجي شي وحده جديده يلا غادي يطلع لي الفيديو، غادي تكتب لي في التعاليق بغيتي تطلعي القناه، ترجعي اختي المحتوى ديالي الاصلي، غادي تعرفيني علاش كنهضر. انا اصلا الا كانت شي حاجه زوينه راه تنقول زوينه، ما كاين لا اشهار ولا ماشي اشهار. شي حاجه زوينه راه زوينه، شي حاجه على اقبال عليها اقبال، شي حاجه ما زويناش وعن تجربه وما نصحش بها البنات راني تنقولها ما عندي حتى شي مشكل باش تكونوا عارفين. المهم هادو البنات اللي غادي يكونوا شي وحده غتكون جديده، غنسبق لك اختي قبل ما توخري بيا، انا غادي نسبقها لك. ما كاين شي حاجه سميتها اشهار، ما كاينش شي حاجه اللي زينه زينه واللي شينا شينا اشخلا واصحرا. والمهم بالنسبه لهذا المنتوج هذا اللي داير ضجه كبيره، كان داير ضجه دابا راه مابقاش داير ضجه حيت الاغلبيه عرفوه، حيت الاغلبيه اللي كانوا كيشكروه منين جربوه عرفوه كيدير واش بصح زوين ولا ما زوينش. عن تجربه انا بعدا نهضر على راسي انايا، انا ما عجبنيش. انا هزيتو علاش؟ انا اصلا وقت الشمس اللي عزيز عليا واللي كنديرو كنشكرو كنعاود نشكر هو فيشي، واللي خداتو كتشكرو ليا. انا فيشي ماشي انا دايره معاه اشهار، راه شركه عالميه ما احتاجنيش انا ندير لها اشهار، انا باقا قناه صغيره بعيده كل البعد على الاشهارات، مشاهده عندي ناقصه على الاشهارات. راكم عارفين شكون اللي كيدير الاشهارات، راه من 100 الفوق. المهم بالنسبه لواقيت شمس فيشي راه فيما مشيتو غادي تلقاوه. انا عزيز عليا علاش؟ كيصفي البشره، كيخلي البشره ديالتك رطبه منو ترطب. ماشي تانتي تانتي، انا مجربه فيشي تانتي ما زويناش، ما عجبتنيش، كتبقى يعني ما زويناش في الوجه. انايا كنهضر لكم على فيشي انفيزيبل، انايا كتعجبني كنديرها لوجهي كتحمقني. بالنسبه لقلبي قلت ما غاديش ندير فيديو، واخا جاوني شي بنات قالوا لي راه ما زويناش، قلت ما غاديش ندير فيديو وما غاديش نحكم عليها وانا ما مجرباهاش، واخا الثمن اللي هو زايد ديالها بزاف، وقلت ماشي مشكل غادي نهزها وغادي نجربها. هذه انا هزيتها غير كتجريب، الثمن ديالها انا شحال مخلصاها 165 درهم جمله، 165 درهم جمله في بلاصتها. الثمن ديالها باش معروفه ب 200 درهم، 190 درهم، 180 درهم، 175 درهم، كل واحد بشحال كيبغي يبيعها. اما انا جمله ها بشحال قلت لكم شحال واخده. هذه اول حاجه. ثاني حاجه منين جربتها النهار الاول قلت ما غاديش نحكم عليها، ماشي مشكل ديريها ملكه وخرجي. مني كديريها البشره ديالتك ما كتشربهاش دغيا كتبقى مقبصه في الوجه وكتبقى مجيره في الوجه، وكيبقاو هاد الجناب ديال عيني كيبانو كحلين. مهم قلت ماشي مشكل، قالوا بانها راه كتليق لجميع انواع البشره، ومني كديريها اللون ديالها كيجي كيف ما كنتي بيضاء كنتي سمراء، لا كتبقى مجيره في الوجه. ما تجيش شي وحده تقول لي بيضه لا حقه حيت كون كنتي بيضه بزاف غادي تجي معك. لا البنات ما زويناش، عرفتوا علاش؟ حيت ملي كديروها ما كتحسوا بها، كتبقى معزوله على البشره ديالتكم، يعني غير الا نسيتي حكيتي غير هاد البلاصه، ملي كتجي تطلي في المرايه كتلقاي هاد البلاصه هادي بحال ديجا دايره شي ماسك وكرتيها وبقات لك هاد البلاصه هادي في لون، وواقيت الشمس ديالك في لون، حيت الواقيت الشمس راكم عارفين واقيت الشمس راه ماشي غادي ديري نقيطه وحده وغادي دوزها، راه خاصك دير واحد الكميه اللي تكون مزيانه باش وجهك كتحمي من اشعه الشمس. وبالنسبه للحمايه ديال اشعه الشمس انا ما جاتنيش كتحمي من اشعه الشمس، انا منين درتها خرجت شدات فيا الشمس واحد المده، اللي انا قلت لكم راني سماريت بزاف كنت كنديرها، انا قلت غادي تحميني من اشعه الشمس، حيت انا كنت كندير فيشي ولا كندير اورياج ولا كندير لاغوش بوزي ولا كندير من هاد واقيه الشمس اللي هما معروفين ولا بيافين، على الاقل ديما حيت انا ماشي اول عام ديما كتحميني واحد النسبه من اشعه الشمس، ما كتلقايش داك الوجه بحال ما دايره ليه حتى شي حاجه. هذه بحال ما تديري حتى شي حاجه لوجهك
في الخدمه ديالتها، ما كتحميك ما تتحميكش من اشعه الشمس، الثمن ديالها زايد بزاف، الطريقه ديال لومبالاج ديالها زيرو. انا خليكم واحد الفيديو هنايا، انا هنايا كنت جايه من البحر وحاطاها في الصاك، حاطاها في الصاك. هذه دغيا كتحل كيف ما كتشوفوها نتوما، غير كتقيسوها دغيا كتحل، تحلات تخوات ليا في الصاك، طلعات ليا الدم بزاف. علاش؟ كاينين الا رديتو البال الفيديو كاين واحد الورقات اللي هما مهمين عندي انايا، حطاهم هكا في الجيب القدامي ديال الصاك، وحطيت معاهم كيف ما كنحط ديما وقت الشمس، ما كيتخوى ليا، ما تيتقاس ليا الصاك، ما تيتكرفس، ما والو. انا هذا غير حاطاه الصاك ما عامرش كيف ما كتشوفوا، لقيتو تخوى وسخ ليا الدنيا كلها، وليت كنقول وقتاش غير نوصل للدار نخوي الصاك ونغسلو ولا نمسحو ولا نشوف شنو ندير ليه. هذه تاني حاجه طلعت ليا الدم بزاف، وليت خاصني الا بغيت نهز غير السوارت، السوارت عمرو ليا بالفون دو تال، وريقه حتى هما، الماسكارا، غوج اليف، المهم زيرو في لومبالاج ديالها زيرو. يعني ردوا ليها البلبنات اللي ديجا عندهم كيف ما كتشوفوا. ها نتوما، ها ها نتوما، ها ها نتوما، عرفتوا دغيا كتحل البنات، ها نتوما دغيا كتحل. وفي ها نتوما درت بزاف، ماشي مشكل، غادي مسحها حيت انا اصلا زيتها غير باش نتيستيها، وندمت شحال درت، وندمت علاش كاع درتها. شوفوا ها نتوما هنا راني مسحتها، ولكن ها نتوما هنا غادي تبان لكم كي دايره، مازال الكاميرا عندي انا ما كتبي ما يعني، راكم عارفين يعني ماشي فحال ملي كتشوفوها بالعين المجرده كتبان لكم. ها نتوما هنا تيقول لك ملي كديريها كتبقى مقبصه فحال الجير، كتبقى دايره فحال الجير. ملي كتقيسوها هكايا ها نتوما هنا ما بينش، ها نتوما شوف شوفوا هنايا، ها نتوما ها نتوما البنات شفتوها، ها نتوما الا حكيتي غير وجهك تيبقى ديك البلاصه اللي حكيتيها باينه، ماشي فحال واقيت الشمس ولا شي كريم ولا فون دو تا براسو نيت. ملي كديري لوجهك كتمسحي كتعرقي كيبقى لك زوين، هادي ما كتبقى مقبصه في الوجه. المهم عن تجربتي انا كنهضر عفويه، كتبقى مقبصه في الوجه، ما كتعطيش منظر زوين للوجه، كتحشمي تبقاي واقفه قدام شي حد حيت كيبقى الوجه ديالك كيبقى واقيت الشمس معزول على البشره ديالتك. تاني حاجه ما تجيش شي وحده تقول لي لا بشرتك ناشفه ولا انا بشرتي، بالعكس انا بشرتي عاديه دابا ني دايره واقيت الشمس كيف ما كتشوفوا، كيبان مزيان كيبان عادي. ها نتوما كتمسحي بيديك تيبقى زوين مزيان عادي، هادي لا حيت انا ماشي برودوي ولا زوج ولا ثلاثه اللي جربت، انا هادي البنات اللي يلاه غادي ياخذوا، اما اللي خداوها راه عرفوها كي دايره وما غاديش يعاودوا ياخذوا، انا متاكده البنات اللي يلاه غادي ياخذوها ما ننصحكمش بيها. نتوما سولتوني انا لبيت الطلب ديالكم، كنتو ديجا قلتوها ليا حتى في اللايف، وكنتو ديجا حتى انا كنت واخده فكره عليها زوينه، حتى انايا كنت كنقول راه زوينه بكثرت ما كنشوف البنات كيشكروها في تيك توك، حتى انا كنت كنقول راه زوينه وكلشي، ولكن منين جربتها انا عن تجربه ما زويناش، وعرفت بان عاد تاكدت بان دوك اللي كيشكروها غير اشهار في اشهار في اشهار في اشهار، وفي الاواخر ولينا شوف شوف حتى ملي كنبقى ندير لها هكا دايره في حل الماء في حل الماء في حل الماء كت خفيفه بزاف. المهم حتى ملي رديت البال في الاواخر لقيت الاغلبيه انسحبوا، دوك اللي كانوا كيديروا لها اشهار الاغلبيه ديالهم انسحبوا. المهم اللي بغات تاخذ واقيت الشمس تختار شركات اللي هما كيكونوا معروفين، فيشي، لا غوش بوزي، بيافين، بيولاج، سيراف، افين، بيوديرما، دايلونغ، اكتينيكا، بزاف ديال الشركات اللي كل عام كناخذو من عندهم، والحمد لله يعني كنكونوا راضيين على داك المنتوج. اما بالنسبه لهاد المنتوج هذا انا ما نعاودش نجيبو المحل، وانا كإنسان اللي غادي تقضى ليا انايا وغادي نحتا ندير شي حاجه لوجهي ما غاديش نعاود ناخذو حيت لا علاقه وما زوينش لا في الشوفه ولا في الترطيب ديالو ولا في وقايه الشمس ديالو ولا في شي حاجه لا علاقه مع داكشي اللي تيقولوا. وعاد الثمن اللي هو الثمن باش غتاخدي هذا مثلا فيك الحبوب فيك الكلف فيك هادشي اللي تيقولوا بانه كيصفي وكيدير 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 وكيدير، غادي يطلع لك بواحد 700 حتى 800 درهم الا بغيتي تاخدي لاغام كلها. 800 درهم اختي راه داتك عند الطبيب ديال البشره ودوزي عنده ويخرج لك تريتمون وتبعيه ويولي لك بشره ديالتك ما يدور عليك شهر تتولي عندك بشره غزاله يعني من الاحسن. مهم انا عن تجربه، انا عن تجربه البنات اللي كيسولوني انا ما ننصحكمش به. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تجيش شي وحده في التعليق تبقى تقول لي المهم
لا كانت شي وحده كدير لي الاشهار بلا ما تجي تكتب لي في التعليق، حيت تقدر تسمع شي حاجه ما غاديش تعجبها. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم، يكون خفيف هاد الرايفه عليكم. اللي باقي ما دارتش لايك تهبط دابا دير لايك، واللي باقي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه، وجايين هميزه غزال ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.